بدنا نضل مأدين اللعب؟ لا انت، رح نموت من الجوع يا ابو طمزه، رح نموت من الجوع. كنت تقتصد وقت كان الشغل ماشي، ولا ما بتعرف تخبي قرشك الابيض ليومك الاسود؟ ما بتعرف حكايه الصرصور والنمله؟ انت عامل مثل الصرصور. ليش نحن لحقنا نطالع قرش ابيض عمو ابو طمزه حتى نخبيه للاسود؟ ما لحقنا. طيب طولوا بالكم طولوا بالكم، كلياته كم يوم وعمك ابو نجيب بمل مثل العاده، بيرجع الشغل مثل ما كانوا احسن. لك ابو طمزه ليكون عم تتحججوا بابو نجيب وعم تشتغلوا من ورا ظهرنا. تعرف لك عفيف عمرك اطول من عمري، صعيب وران قالت لي اساله بدون ما يحس وبحيس رقاه. بس انت يا ملعون سبقتني، كنت بدي اسالك لك اوعقلك يا عفيف تكون عم تشتغل من ورا ظهرنا. انا لك ملان، لك اسمعي هالسمعه، انا عم بشتغل من ورا ظهرهم. انا الله يسامحك يا ابو طمزه، انا ما عم بشتغل من ورا ظهرهم. الليلهم منال، انا مصدقك بس بصراحه بوران ناقص قلبه منك. قال يا ويلك يا سواد ليلك اذا طلعت عم تلعب بديلك. انا ما بلعب بشي، انا بلعب بشي منى. لك ردي، لك عم فهمك ردي، انا بلعب بشي. لا ما بلعب. لك علي صوتك خد يسمعك، علي صوتك. لا لا، شفت يا ابو طمزه، شفت انه انا ما بلعب بشي. عفيف وين باقي نسوانا؟ بالشغل. شو بالشغل؟ عم بيت اهلي. ليش انا الي اهل؟ انا مقطوع من الشجره مالي اهل، بعتوا لي عم بيت اهلهم بهالازمه. عمو ابو طمزه ليش ما بتحاولوا تحكوا مع عمو ابو نجيب؟ وهذا اللي بده يصير، راح بوران تعزمه بركي قلبه بيلي. يعني لازم نجي بذات شخصنا عن مخفى ونصالحك سيدي. مهامك كبير يا ست بوران، بس ما عندي وقت مهمات. شو بدك تعمل؟ هشام شو بدك؟ احترام سيدي، احترام سيدي. لك كم مرة قلت لكم بس تكونوا بمراقبة غير معلنة؟ ما بتعرفوني؟ ايه هلا هدول شرطة سيدي. ايه يعني عامل حالك ما بتعرفي مدام بوران؟ بوران بوران هالصلعة يا ما مارع هي. صدقني لو ما ضربوا لك تحية ما عرفت سيدي. روحوا استنوني بموقف الأشباح، انصرفوا. هذا الفيديو يا سيدي. يا عالم الله ما بتعرف قديش منحبك سيدي. تفضل سيدي. بدك مدام بوران وبجري اليمين لحتى اقدر حاكيكي بصراحه مطلقه. هلا بدك تقنعيني مدام بوران انه كل هالبزخ لانك بعتي اسواره؟ اشو اسوارتك تقلها كيلو دهب؟ ابو نجيب عفوا، يعني هي مو اسواره وحده سيدي، هي اساوير سيدي، اساوير. مالك الاساوير مدام بوران؟ ما انا عاجلك وجابلك وبعرف البير وغطاك. ايه ما حيلتك جوز حرام، مالك الاسواره؟ انتو سيدي شو بدكم تحاسبونا على لقمتنا؟ لقمة الحلال ما حدا بيحاسبك علي يا ابو طمزي، بس لقمة الحرام رح خليك تغص فيها 100 غصة. ابو نجيب انت مو غريب، لقمة الحلال ما بتكفي لنص الشهر والكل بيعرف هالشي. بعد نص الشهر يا لقمة شحاتة يا لقمة حرام. يعني عم تعترفي يا مدام بوران انه لقمتك حرام؟ ما لا حرام، لا حاشا لله سيدي، شحاتة مو حرام. مين قال حرام؟ شحاتة سيدي. مدام بوران لقمة الشحاتة بتسد النفس وشهيتكم مفتوحة، عم يلحقكم أكثر من 30 فروش بالشهر لك البيت. عم تحسبون علينا سيدي؟ أبو نجيب لا يخفى عليه شيء. خلاص سيدنا خلاص، لك عم تكون بالهرس لأنه عم ناكل فراريش. لك بدك إيانا نموت وما معنا حابر؟ أنت شو بدك منا؟ لك مين طلعتوا لنا فهمني؟ سبتي جوزيف بوران؟ أنا ما متعود حاوروها. لك خراس أبو طمزي، إذا ما سألك ما في داعي ترد، لا تجاوب خراس. أي رجال هو؟ وأنا اللي بدي أحكي. لك خلصنا بقى أبو طمزي، خراس. سيدي إذا ما وجه لك إلك السؤال ما في داعي ترد، خراس بقى لك خراس. أبوك يا الظلم، أبوك يا الظالم، لا برحمك ولا بخلي الرحمة تنزل عليك. أبوك يا الظالم؟ أبوك يا الظالم؟ بوران أنا دخلت بيتك بيجري اليمين وكنت صريح معك واعتبرت حالي جاي لعندك كضيف، أما هلأ بتقدري تعتبريني جاي بمهمة رسمية وبدي افتح تحقيق. عملي تحقيق معي، أنا رجال البيت. لك خلصنا بقى أبو طمزة، خلصنا. خراس خراس خراس، خرس سيدي خرس خراس. أنا بعرف من أين تؤكل الكتف، ما بدي حدا يقول لي، أنت مالك صاحب قرار. إذا بضل انفض فيك فلق للصبح ما بتعترف إلا إذا قالت لك بوران اعترف أبو طمزة.
بتشرط من اول كف بعترف؟ لك بايش بدك تعترف؟ يبعت للسانك قطة ولدانة وجوعانة بيأمن معهم، لك بايش بدك تعترف؟ بايش ما عاملين شيء سيدي ليعترف؟ سيدي تفضل نكمل حديثنا جوا. على كل يا مدام بوران انا ما جاي افتر عليكم، أدلة ما عندي ولا الحديث السلاح، تفضل. تفضل سيدي اصدورة للبدورة، اهلا وسهلا. شكرا مدام بوران، راح اتصدر بس يكون بعلمك ما راح تغيبوا عن ناظري لحظة. ليش شو شايف علينا انت سيدي؟ مو شايف، شامم شامم. بوران انتبهي علي شوي، هلأ عمرك سمعتي عن موظف او كادح بياكل كل يوم فراريج وتفاح وكرز وموز وكولا شيت اللتر؟ ليش الموظف ما بيحق له سيدي؟ لك رجعي. لا بيحق له، بس حسوب معي، بديع راتبه 3000 والشفيق شرحه صاروا 6000 وحضرتها بتلقط من هون ومن هون 3000، هاي صاروا 9. سيدي انا ادوب دخلي 1000 2000، من عملت اياهم 3000؟ قصده 2000 دولار سيدي، بيبعتوا له اياهم اهله من كندا مع الشوفيريه. قلتي لي دولار؟ مين قال دولار سيدي؟ مين قال يبعت حمى لبني ادم؟ شو لسانه شختي؟ دولار يعني بالسوري سيدي. ما علينا، اذا انك كل يوم فروج واحد وصفط بيض وكيلو موز، مو ارض بوران كيلو وقنينة كولا شيت اللتر، شو حقهم؟ انت ادرى سيدي. 370 ضرب 3 ايام بيصيروا 1110 ليرات، اذا ضربناهم ب 30 بيطلعوا 33300 ليره بس على الاكل. هذا على الصيدلي والدكتور والكهرباء المقطوعه والفاتوره المدفوعه والمي والصابون واجره البيت. لك خلاص يفوت لسانك لحلقك بقى، خلي سيدي يعرف ينضرب على قلبه وكمل. كمل سيدي كمل. نسيناكم نسونا على البوابة لاقونا. مساء الخير. مساء الخيرات. تصبحوا على خير. عفيف حبيبي وقف لقلك، وقفت لقلك في حساب بيناتنا. حساب شو؟ آخر مرة ما حاسبتنا على تصريف البضاعة. ليش ما قلت لكم شو صار معي؟ لا ما قلت. ما لحقت اطلع من الحارة إلا وشرطي عم يقلي وقف. ووقفت؟ ما لحقت وقف، شمعت الخيط وشديت، صرت اركض اركض سابق الريح. خيار ما عملت. طبعا، ليك كم واحد بدي ورط معي، شو انا مجنون؟ المهم شو عملت بتتو؟ يعني الدخانات كل 100 متر كنت زدت كروز، ليك حتى ما عاد صفي معي شيء. يعني ما بعت شيء. مين بدي بيه؟ الشرطي ضل لاحقني مثل الصاروخ، يمكن سعيد عويطة متطوع بالشرطة. المهم كمشك الشرطي ولا ما كمشك؟ لك شو بيهمنا كمشوا ولا ما كمشوا، المهم الدخانات راحوا. بدنا نعرف اخر القصة. كمشني اما لقط معي شي، تركني ومشي. تصبحوا على خير. فوتوا يا برنياتي. لحقوني لجوا اجتماع مغلق.